أحلام بداتها ضيفتنا بمجرد مرورها بدات بتحقيقها بمجرد مرورها برنامج طاغ أكاديمي، هذا البرنامج اللي كان بوابتها نحو الانتشار العربي واللي تولت من بعده إنجازاتها في المشهد الفني. يا شابة مغربية بصوت عاد بعنوان نغم الطرب، متفانية في أعمالها، متفردة في إصداراتها، وراقية في إطلالاتها. مرحبا بك زين بوسامة. ميرسي بوكو شهرزاد، سي جونتي، شكرا بزاف على الاستضافة، وأنا فرحانة بزاف لي أنا معك اليوم. حتى أنا فرحانة. صافاش أخبارك؟ الحمد لله، كلشي لاباس؟ كلشي بخير. زينب شكرا لأن خصيتينا. هذا منين جيتي؟ من بيروت. أنت عايشة في بيروت؟ مصر. من مصر وي. ولكن عايشة في لبنان؟ لا، ما بين مصر لبنان المغرب، لي تخوا بي اكثر اللي كنمشي لهم. حنا اول اذاعه كتدوس فيها من بعد اصدارك الاغنيه ديال الشرف دادا حياني. لي الشرف. صافا تخوا بيان؟ كيفاش الاداء الاغنيه؟ ايجابيه جدا، وهادشي اللي مفرحني. دادا حياني، اختاريتي جمله من التراث، العنوان ديال الاغنيه من التراث الشعبي. هي كانت صدفه. كانت صدفه، يعني ماشي كان قصدنا اننا ناخذ كلمه من التراث الشعبي ونديروا بها اغنيه. لكن صدفه انه ماشي تقليد الاسماء. لا 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 ابدا. انا نقول لك ليستواغ. ليستواغ ان اول حاجه دادا حياني هي من كلمات والحان خالد سلام ومن توزيع رشيد محمد علي. خالد سلام عنده بنته صغيره بيبي، يلا بدات كتهضر، بدات كتقول دادا دادا دا. ويتطح عليه دادا حياني. الوغ دار على هذيك لا شانسون، عجبتني بزاف وغنيتها والحمد لله. صورتيها في مصر. وي. مع كاست مصري. كل شيء مصري. اسلام الفولي، اخرج اسلام الفولي. اصلا اسلام صديق قديم، وانا يعني كيعجبني بزاف الطريقه ديالو في الاخراج. هو عاشق للفن المغربي والثقافه المغربيه. فملي بغى يصور اغنيه مغربيه قلت لي فوالا جي نجربو. الحمد لله عطات واحد النتيجه زوينه بزاف. وشفناك بستين مختلف، شفنا الالوان في الكليب. هذاك هو كان الهدف ديالنا، اننا نبينوا البهجه والحياه والالوان. انتم كاملين كتسمعونا بامكانكم تمشيو تشوفوا لا شانسون ديال على زينب اسامه دادا حياني. لا شانسون اللي خرجتيها الجمعه. وي فوندغدي. فوندغدي وي. خميس. خميس 18. وي بالضبط. تري بيان. زينب، قبل ما نمشيو، انا دائما كنبدا بداك الشيء شي شويه اللي ما زويتش. ماشي مشكل. قبل ما نمشيو للاشياء الايجابيه، سمعنا وشفنا بان كاين تشابه شي شويه بالكليب ديالك والكليب ديال شيخ الشباب ديال نانسي عجرم. صافي بليزير. كان متعمدو المخرج. شوفي، هو ما كاينش تشابه، كاين تشابه في لاكاليتي ديماج، في جوده الصوره. هذه حاجه زوينه بزاف كنفتخر بها. يعني انني وصلت ندير كليب بصوره بهذاك المستوى في بدايتي، فهذه حاجه انا كنفتخر بها. شكون هما لي زارتيست كي تانسبير زينب؟ امل ماهر طبعا، هذه حاجه معروفه في مصر. في المغرب. في المغرب كتعجبني اسماء منور، هدى سعد. وي بزاف. هدى سعد اللي سمح لي اللي خرجت اغنيه كنبغيو نهنيوها من هذه المناسبه. تري بيل شونسون. تري بيل شونسون في الوقت المناسب. خرجت اون بيل شونسون ماروكين. هدى سعد اللي كنسلموا عليها لتكون ضيفتنا تري بيانتو. نمشيو انا وياك كنسمعوا لا شونسون ديالك ونرجعوا نهضروا على كواليس الكليب، على الاغنيه. مرحبا بك زينب مره اخرى. ربي يخليك. ما تنساش نقول لك بان انت اوني اون ديريكت انا وياك. كوني اون ديريكت لا باج اوفيسيال شاد اف ام اوفيسيال. الكاميرا ديالك هي هذه زينب، بامكانك تحيي الناس اللي كيشوفونا بطريقتك. اي لاف يو. انتم اللي كتسمعونا في ما كنتو كتسمعونا الطريق، الله يسلكم على خير. خدمه بون كوراج مغاربه العالم. بامكانكم تصيفطوا مغاربه العالم سوغ www.shadfm.net. بامكانكم تصيفطوا لنا لي ميساج ديالكم، رسائلكم واسئلتكم لزينب اسامه اللي هي ضيفتنا على 5566 ثمن الاس ام اس دراهم تي تي سي. انت اللي غتقدم الاغنيه ديالك زينب، غتاخذ لا كاسكيت ديال مقدمه برامج وغتقدم الاغنيه ديالك. ما تنسيش تقولي بان هذه احسن اذاعه. هذه احسن اذاعه. اوكي، نقدمها دابا. تقدمها دابا من بعد يجي الفاصل ومن بعد غتجي الاغنيه. شنو تقدم؟ كنقدم لكم اغنيه جديده، اصدار جديد، الفنانه زينب اسامه بعنوان دادا حياني، كلمات والحان خالد سلام وتوزيع رشيد محمد علي واخراج اسلام الفولي. وكنتمناو تعجبكم على احسن اذاعه شدا اف ام. من دابا شويه. كي جيتك. برافو عليك. كتسمع زينب اسامه، خليكم معنا. اريزونا بارك
إقامة سكنية خاصة في كارتي فيكتوريا بوسكورا، بناء مشيد بهندسة مطابقة للمعايير الدولية، تجهيزات عصرية، ويمكن لك تلقى كل المساحات اللي توالمك من 80 حتى 120 متر مربع ابتداء من 9000 درهم للمتر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم الأخضر 0802-00-00-10 أو على الصفحة الرسمية فيسبوك أريزونا إيموبيليي أو على الموقع الإلكتروني www.arizona.ma. زينب أسامة دادا هياني من حولكم باباغاتزي. دابا كتسمعوا باباغاتزي مع شهرزاد على شدة. من دابا شوية غنلعبوا معاك زينب شوية. أنت واجدة تلعبي؟ وي كيعجبك تلعبي؟ كيعجبني اللعب. غنلعبوا معاك من دابا شوية، نعطيك واحد الأخبار وغتغنيهم بطريقتك، وخبار ما يكون لحن الأخبار ما يكونش بأخبار، يعني ألحان ديال أغاني أخرين اللي بغيتي المهم تختاري. ودابا شوية غندير معاك أون انترفيو ديال واش يمكن باباغاتزي. من دابا شوية معاك زينب، أول ميساج وصلك فاش نزلت الأغنية ديال من وشنو فيه؟ ما بقيتش عاقلة بزاف، لكن غالبا غادي يكون خالد سلام لأنه كان معايا أطا. خالد سلام وكاتب كاتب وملحن الأغنية. و وبيان سور لي فان ديما كيصيفطوا لي ميساج دغيا اللي عندي في الجروب. اشاك فوا نزلت الاغنيه، اصلا فاش نزلت الاغنيه كنت مازال في لافواتور ديالي، مازال موقفتش قدام الدار. وعتي قلبي كيضرب كيضرب كيضرب. لي زارتيست كلهم تيقولوا لنا بان كيجيني لو تراك كيضرب لكم كيضرب لكم قلبكم تخرجوا الاغنيه. وباش نعرف واش نزلات ولا لا كنقلب في الجروب ديالنا، في الجروب ديال لي فان ديالي في واتساب. صافي ملي نزلات واو عجباتنا زوينه برافو، صافي قلت الحمد لله بعدا مبدئيا راه عجباهم. تري بيان زينب. زينب خديتي بزاف ديال الوقت باش نزلتي الاغنيه، كنتي خايفه؟ وي كنتي كتقلبي؟ ولكن نشرح لك في هذا العام شنو طرا. هذا العام ماشي خديته على قبل الاغنيه بوحدها، درت بزاف ديال لي زيتاب كان خاصني نديرهم في هذا العام. اول حاجه خديت وقتي انا كزينب كشخصي نعيد النظر في بزاف الحوايج فاتوا. بحالاش؟ حيت لا كارير ديالي انا فاش انا جو سوي دي جونغ جو سوي ديسكريت دون لا في، ما ما فاش ديسكريت في الفن نورمالمون. فاش خرجت من ستار اكاديمي داك الشهره وداك الشيء تصدمت، ما قدرتش نتادابط مع الميدان دغيا. خديت وقتي في هذا العام هذا كنقول لك، حيت ما عطيتش راسي وقت قبل، ما جلستش مع راسك، ما جلستش مع راسي، خديت بعدا وقتي نجلس مع راسي. تلاقيتي مع راسك دابا؟ وي خاصني نعرف شنو خاصني دو بلوس باش نكون حسن، ونعرف شنو درت الاغلاط ما بقاش نعاودهم. داكوغ هادشي كله خدمني الوقت. اكثر غلط درتي ما بقيتيش بغيتي تعاودي؟ شنو وزينه انا نقول لك، كنت كنسلم خدمتي للناس. جامي جامي كنت كنسلم خدمتي للناس، كنقول نعطي العيش اللي خبازو، لكن لا خاص الواحد فريمون يوقف على خدمته دو ا ا زد. مثلا تتوقفي على خدمتك، انا تو كونترول تو، وفي الاخر كترى شي حاجه تضحك جوج من الجهه الاخرى. حيت اكيد طرات لك شي حاجه في هذا الموضوع. نو فريمون خديت قرار انني نوقف على خدمتي دو ا ا زد، فنيات تقنيات كلشي. مثلا هذه الاغنيه فريمون وقفت عليها دو ا ا زد، من غنى الاستوديو التسجيل الميكساج الماسترينغ الكليب اللبس لي كولور كلشي كان الفكره ديالي اصلا. وبيان سور عاونوني لو تيم وورك اللي معايا من مهندس ديكور المخرج المساعد المخرج كلهم عاونوني. لكن وقفت على خدمتي. انت صورتي في مصر كون شركه الانتاج ديالك كاينه في مصر؟ اول حاجه شركه الانتاج كاينه ان بارتناريا بيني وبينهم، ماشي احتكار. يعني اعتبر انا من الناس اللي كتاخذ قرار، ماشي كيديروا اللي بغاو. في الاول هما اصلا كانوا كيشجعوني اننا نصور الاغنيه في المغرب، بحكم ان الاغنيه مغربيه نصورها في المغرب. ما ساعدتناش الظروف، بحكم ظروف الطقس فقط. ديك الفتره اللي حنا كنا واخدين فيها اوردرز باش نصوروا لا شانسون، صافي لوغد خصو يدار، كانت عندنا الشتاء واحد الفتره في فيفري. فمن بعد جلسنا عاود درنا واحد الاجتماع وقلنا الحل هو اننا غنصوروها في مصر. انا في الاول تخوفت، قلت مصر اغنيه مغربيه خاصه، انا اصلا كانت عندي واحد ليماج في راسي. فجلست مع مهندس الديكور وفهمني مزيان، حسيت براسي مفهمه انا وياه. بنينا الديكور، حنا اللي بنيناه داك الديكور كله، درناه بيدينا بوحدنا بلي كولور ديالو، من اصغر حاجه لاكبر حاجه. فعطى داك الشيء اللي شفتو كتبان في واحد اصلا خصك تعرفي واحد الحاجه، فاش نزلت لا شونسون تبارطاجات في بزاف ديال الصفحات كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. ما متيقينش ان داك الكليب مصور في مصر، تيقول لك لا هاد لي كولور ديال لبنان. قلنا لهم لا راه مصور في مصر في القاهره، كذلك ماشي غير في مصر، في القاهره ماشي غير دقه ولا شي حاجه. غير ديك ليماج سي فغي باسكو القاهره تنعرفوها فيها بزاف ديال التلوث، فيها الطوموبيلات بزاف، فيها الناس بزاف، وفيها العمارات طوال، ما عندكش واحد المساحات خضراء. فين
الحمد لله لقينا واحد المساحه خضراء وخا هي صغيره ودرنا فيها داك الديكور الحمد لله كنظن توفقنا باش نعطيو اون ايماج زوينه للناس. قلتي لي بان في عام عاودتي الحسابات ديالك وقلتي راجعت نفسي عاودت حساباتي عرفت شنو الاغلاط اللي درت من قبل لانه انا بالنسبه لي الاعمال اللي درت زوينه لكن انا كان ما لقيتش حقها كيف ما كان ما عمري ما بزاف الناس يقول لي انت مظلومه من طرف الاعلام ظالمك. لا انا بالعكس انا كندافع على الاعلام. لا ابدا انا كنبغي نقول الاذاعات فتحي لك ابوابهم ما كيهضرش على الاذاعات الراديو وكذا على تيلي وداكشي انا كنبغي نقول لهم لا ماشي هكاك راه انا خاصني نخدم على راسي اكثر اصلا وخاصني نبين راسي بصح حيت فريمون عندي بزاف ديال الحوايج اللي الناس مازال ما عارفينهمش عليا فنيا خاصني نبينهم للناس وما كنبغيش ديما نعيش دور الضحيه لانه اللي كيعيش دور الضحيه ديما كيبقى غير فشل اكيد ما عمره ما غادي ينجح. خاص الواحد ديما يكون قوي واخا يطيح ينوض ديما يتمسك بالامل ديالو بالحلم ديالو ويخدم عليه ماشي بقناعات ويقول انا كنحلم بهذه الحاجه. شنو كتقول دادا حياني باكابيلا بصوتك نغنيها لك؟ اه من نظره غرام وبلاني مع هواه داني بكلمه تقال لساني ودادا حياني زينو في روحي لساني غياب دقايق بكاني حبو من سحر رواني ودادا حياني من نظره غرام وبلاني مع هواه داني بكلمه تقال لساني هدا دحياني زينو في روحي لساني غياب دقايق بكاني حبو من سحر رواني وهدا دحياني خلاني حتى والفته ومشى مشى مشى وخلاني الى اخره. برافو عليك. مشى وخلاني. برافو عليك. ومشى وخلاك ولا باقي معاك؟ نو مشاش وخلاني باقي كاين. الحمد لله. الحمد لله الله يكمل لك بالخير. امين. ارجعوا لهذا الموضوع من لا ما كاين والو ما تفهميش غلط. لا ماشي زينب قلتي لي بان تبدلوا بزاف الحوايج عاودتي النظر في بزاف الامور وشفنا لو لوك حتى هو ما بدل شي حاجه في لو لوك. شنو مبدل؟ بدل كلشي. شنو؟ شنو جاك مبدل؟ كلشي انت ديما زوينه. ميرسي بوكو. ولكن انت قولي لنا شنو انا درت واحد التعديل بسيط على الانف ديالي. عمليه تجميل. ماشي عيب الفنان او الشخص اون جينيرال يقول بان درت عمليه تجميل. ماشي عيب. العيب هو انك ديرها وتقول ما درتهاش بحال كتستغرب الناس راه كيشوفوا. واش غنقول لهم صيبتني في دايره لي الكونتورينغ ما يمكنش راه صيبته. درتي كان برستك وي وسورتو في الكاميرا كان كيدير لي ان بروبليم حتى مع المخرج وداك الشيء. طوني قهوجي في ستار اكاديمي كنبغي نوجه ليه تحيه قال لي يا زينب اول شيء تصيبيه نيفك. قلت له راه ما غاديش نقدر غير يخرج لي على صوتي وانا صوتي عندي هو كلشي وراس مالي. قال لي لا فكري في الموضوع ونسيت الموضوع. من بعد ملي جلست كنفكر انه خاصني وسورتو انا الشكل ولا مهم بزاف في حياه الفنان. الشكل مهم بزاف اهم من الصوت. زينب ماشي اهم ولكن حيت كنشوفوا بعض الفنانين ما عندهمش الصوت غير بالشكل ديالهم كيوصل. بحال شكون؟ ما عنديش يعني اسماء معينه. كاين شي ماشي فنانين بعيدا عن الفنانين كاين ناس عاديين غير حيت شكلهم زوين مشهورين مثلا من بعد حتى كيتشهروا عاد كيفكروا حتى هما يغنيو بزاف الناس. حنا كنتمنوا لك التوفيق. انت تو جولي. ميرسي. بتجميل ولا بلا تجميل تو تري جولي. جمال جمال الروح. خصك تعرفي واحد الحاجه شهرزاد انه فعلا الانسان اللي طيب من الداخل ديالو ما كتبقاش تشوف لي فوجو كيفاش داير. ربي كيسهل عليه. صافي داكشي اللي كاين. جاك زوين النيف. شكرا بزاف. جاك زوين. سي ناتوريل. سي ناتوريل ما بينش بان كاينه اون اوبيراسيون استيتيك. حنا باقيين معكم زينب نمشيو معنا زينب وسامه نمشيو زينب مع شاب ريان باينه. باينه. أريزونا بارك إقامة سكنية خاصة في كارتي فيكتوريا بوسكورا بناء مشيد بهندسة مطابقة للمعايير الدولية تجهيزات عصرية ويمكن لك تلقى كل المساحات اللي توالمك من 80 حتى 120 متر مربع ابتداء من 9000 درهم للمتر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم الأخضر 0802-00-00-10 أو على الصفحة الرسمية فيسبوك أريزونا إيموبيلي أو على الموقع الإلكتروني www.arizona.com. زينب وسامة شاب ريان باينه مرحبا بكم بابا غادزي. دابا كتسمعوا بابا غادزي مع شهرزاد على شدة. مرحبا بكم كاملين نتوما اللي كتسمعونا فين ما كنتو كتسمعونا. حنا باقيين معكم باقي ضيفتنا هي الفنانه المغربيه زينب اسامه. مرحبا بك زينب مره اخرى. ميرسي. صافا ربي يخليك. الحمد لله كلشي لاباس. لعبنا وياك ان جو. لا هذا الانترفيو لو جو من دابا شويه ياك.
بغيتي لو جو دابا ولا من دابا شويه؟ اللي بغيتي من دابا شويه لو جو. لو جو من دابا شويه. انا نعطيك اون انترفيو زينب، واش يمكن؟ يلا. واش يمكن تزوجي بواحد صغر منك؟ وي يمكن. ما عنديش داك العقده ديال الرسول عليه الصلاه والسلام كان صغر من زوجة ديالو. واخا واش يمكن تزوجي براجل مزوج؟ نو نو مستحيل. ممكن تبغيه؟ لا ممكنش تبغيه. واخا ما كنتيش عارفه بان مزوج وتبغيه واش تزوج به؟ لا ما تزوجيش به، هي تبغيه ومن بعد تقول له. ما كنتش عارفه مثلا انه مزوج ممكن تبغيه، ولكن ملين نوصل انني نتزوج به ويكون مزوج مستحيل. ولكن حنا نقدروا نديروا لو كونترول على لو كور؟ ما نقدروش. ولكن تقدر دير لو كونترول على دوك لي زاكت اللي كدير في حياتك. ما نقدرش نخرب عائله. جايه ليا بالكونترول هذه المره. انا عندي اليوم تنشوف فرق بين زينب. لا لا بالعكس. لا 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 جايه سبيان سي ان كونترول بوزيتيف. اخر مره حاورتك كان في رمضان. شحال؟ رمضان العام اللي فات. لا قبل، ماشي العام اللي فات. لا ماشي هذا اللي قبل. العام اللي قبل. وكاين فرق الحمد لله. كاين فرق بين زينب اسامه ديال ديك العام وزينب اسامه ديال اليوم. الله يوفقك. اللهم امين. واش يمكن ما تزوجيش في حياتك؟ ممكن. ممكن ما تزوجيش. ما كاين مشكل. لا واش يمكن الا تزوجتي ياثر الزواج سلبا على مسيرتك الفنيه؟ ممكن ياثر سلبا. ولكن خاص هادشي تدرس قبل ما الزواج. داكشي علاش انا ديما فاش كيسولني شي حد كيفاش بغيتي تزوجي هاد الراجل كيفاش يكون، يحق قدر مسيرتي الفنيه. سي تو. واش يمكن الا زعجتك بشي سؤال تمشي تخرجي من استوديو؟ نو نو. برافو عليك زينب، برافو عليك. ثقه في راسي زينب. ثقه في راسي. يمكن. شنو درتي؟ يوغا كوتش؟ شنو درتي؟ انا اصلا اليوغا وهادشي كله كنبغي من شحال، هذا من قبل من لاصطاق اكاديمي. وكنقرا في قانون الجذب، هادشي كنحمق عليا، عندي بزاف الكتوبه. انا ما تنحملش نقرا. مي الكتوبه ديال هادشي كله ديال المفهوم الذاتي وكيفاش الانسان خاصو الكاريزما وي كله كنبغي نقرا. هو القرايه باش تبغي تقراي خصك تقراي داكشي اللي كتبغي، داكشي اللي كتبغي، وكتمشي للكتوبه وكتولي مدمنه على القرايه. فعلا. شنو النصيحه اللي تعطيني انا؟ انت اللي كتقراي في قانون الجذب دابا، انك لو بغيتي شي حاجه ما تشوفيش حداك، شوفي قدامك، ما تغلقش في داك الناس اللي حداك ابدا، ما خصهمش يهموك. بحال هكا خصو طوموبيل. شوفي قدامك، واخا شي حد يسبقك شويه ما تشوفيش فيه حد، لا شفتي فيه صافي تقلبيك الطوموبيل. تقلبيك قدامك. ونقول لك واحد الحاجه، قسما بالله في ستار اكاديمي تبعت هاد الطريقه. ما كنتش نتسوق شي حد يطلع توب وان ولا شي حد يهضر عليا ولا الكونترول يقول عليا شي حاجه، صافي خصني هاد الاغنيه عندي في البرايم، سيري حفظيها اغنيه مزيان، راه امبوسيبل تطلعي نوميني. وفعلا حتى لاخر لحظه عاد باش طلعوني نوميني ما عطوني نغني فرونسي، الوغ كو انا ما عنديش تجربه انني نغني غربي من قبل. سي با غراف، سي با غراف. بزاف ديال الناس ما نجحوش، ما توجوش. ولكن واخا طلعت نوميني ربحت. رجعت. لا ما توجوش باللقب في برامج المواهب ونجحوا وبسموا على مسيره فنيه موفقه. الى غنرجع معاك لو كليب ديالك زينب. لو كليب ديالك دادا حياني، شنو اكثر حاجه بقات عقله لك في دماغك؟ هذا سؤال تقليدي كنسول ضيوفي كاملين. شوفي انا ما شفتش الديكور قبل بنهار، حيت هو تبنى في نفس النهار. الناس فاقوا مع 4 الصباح، مشاو كيبنيو في داك الخشب مع داك الزاج وكيصبغوا في نفس الوقت. يعني حنا راه كنصوروا لحد الصباغه باختو. الوغ تخيلت، حتى تخيلت شهرزاد، وما تخيلتش هذاك داك الديكور بداك الجمال. ما بغاش يتنسى ليا اصلا. انا كنصور ومبهوره ومهندس ديكور ما عرفتش شنو ندير ليه. جو سي با، تيلمون عجبني داكشي اللي دار وتيلمون صدمني انه عنده جلالب وعنده قفاطين. انت ما يسرش من جابك؟ قال لي لا راه كنسافر المغرب بزاف وعارف ثقافتكم وعارف شنو كتلبسوا وعارف شنو كتبغيو، الوغ انا عارف شنو غندير. تري بيان. اغاني اللي نزلوا في هاد الايام، نزلوا بزاف ديال الاغاني في هاد الايام، شنو اكثر اغنيه عجباتك؟ بعدا كيعجبني يونس. اي لاف يو. وي اي لاف يو هي اللي عجبتني. وعجبتني اغنيه سعد غزالي. اكثر اغنيتين عجبوني، عجبتني اغنيه هدى سعد. هدى سعد انا اصلا هدى سعد اي حاجه كتنزلها كنحس بها كتشبه ليها. واحد الانسان عنده هويه كتعجبني، ما كتسوقش لا طوندونس ولا لا خصني ندير شي حاجه باش ندير البوز. هي فيدال الفن وفنانه. عجبتني عنده الزين بزاف ديال اسماء المنور. ولكن عنده الزين خرجت ديك العام. داك العام خرجت اون 2017 في ماي ديك العام. حيت هضروا الاغاني اللي خرجوا دابا.
علي انا بقى هذا هو هذا هو الميزه ديال الاغاني اللي كتنجح وكتنجح على الصح، كتبقى عايشه بزاف ديال الوقت ما كتموتش. كاين اغاني سمعناهم داك العام وكنا سمعناهم ولكن عندو الزين باقي كنسمعوا بزاف الاغاني بحال شاطو باطو ديال يونس. داك الولد شوفي انا يونس ما كنتش نعرفه من قبل بصراحه، ما تعرفت عليه دابا شي شهوره شي 8 شهور ولا ملي دار ديك الاغنيه ديال المول شاطو ما كنتش نعرفه بزاف. ابري ملي بديت كنقلب جي ادوري سافو، اي بورتون يونس هو كاين هادي 11 عام ما شاء هو كيغني، راه هاد الناس هما اللي كيشد معاهم النجاح، كيتحس به مسكين راه ناض وطاح الوغ عرف كاع داكشي اللي ما خصوش يديروا من بعد. دوك ما تقلقيش الى الاغاني ديالك قبل ما خداوش الحق ديالهم، انا غير 3 ماشي الوقت مشكل، فاش غيجي الوقت غيلقاو ونفس لوكا الحق. بالنسبه لسعد مجرد نفس لوكا مشى للسوبر ستار وبقى واحد المده طويله هو كيكافح حتى يخرج في الاغاني. خرج اون بيل شونسون مع الحبيبي مع لو سي ان تري بيل شونسون، ما خداتش النجاح اللي خداته انت باغيه واحد الوغ الفنان كيبقى فنان. هو يونس بغيت نقول فيه واحد الحاجه، اون تري 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 بيل تري بيل فوا، اون ا بوزوان شي فوا بحال هذيك. واخا زينب شنو سمعينا من هدى سعد؟ اوكي اكثر اغنيه تعجبك؟ وليك حسدوني ظنوني مرتاحه، لو كان عرفوني فين انا وفين الراحه، فرضوك عليا وعليك فرضوني، ماشي بديا انا صلي ربوني، وانا معك حبيبه وهميه، وانا معك مهمة رسمية قدام الناس تبغيني، ومن الريح دفيني، ولما الباب يدور علينا كأنك ما عرفتيني. سي تري بيل شونسون. وي جادور. من دابا شوية غنلعبو معك زينب، غنلعبو أنا وياك، غنعطيك أغاني على شكل أخبار ونعطيك أخبار وأنت خصك تغنيهم. اوكي صافي توتسيت غنمشيو وغنسمعوا لا شانسون ديال زينب اسامه ولد الناس وراجعين خليكم معنا. اريزونا بارك اقامه سكنيه خاصه في كارتي فيكتوريا بوسكورا، بناء مشيد بهندسه مطابقه للمعايير الدوليه، تجهيزات عصريه ويمكن لك تلقى كل المساحات اللي توالمك من 80 حتى 120 متر مربع ابتداء من 9000 درهم للمتر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم الاخضر 0802-00-0010 او على الصفحه الرسميه فيسبوك اريزونا ايموبيليه او على الموقع الالكتروني www.arizona.ma. دابا كتسمعوا باباراتزي مع شهرزاد على شدا. الى تختي منا من حولكم كاملين توما كتسمعونا فين ما كنتو كتسمعونا. باقا ضيفتنا هي زينب اسامه من حولك. زينب مرحبا بيا. صافا الا درتي الكاسك ما درتيش قبيله حتى غنسمع راسي تنغني. وي سي فري. نشوف دابا لو جو زينب، عطيتك ثلاثه ديال الاخبار تغنيهم بطريقتك. الاخبار الاول هو اختارت الفيفا النجمه المغربيه زينب اسامه لتقديم الاغنيه الرسميه لمونديال روسيا 2018. يا ريت يا ريت. يلا اوكي نغنيها بشي لحن شي اغنيه ديالي اللي بغيتي. اختارت الفيفا النجمه المغربية زينب أسامة لتقديم الأغنية الرسمية المونديال روسيا 2018. هديش من أغنية؟ زينو يهب الخلاني ضايعة أنا من حالي، ما بدي حيلة راحتي بين يديه، وأنا حالي حال ما بقيت عارفة قاع أشجرالي، حيرانة وبالي غيرالي. برافو عليك زينب. والناس برافو عليك زينب. ميرسي. يلا نمشيو. فازت الفنانة المغربية زينب أسامة بلقب أبهر طبق أمهر باردون اسمح لي أمهر طباخة في الوطن العربي. هادي ندير عليها شي. فازت الفنانة المغربية زينب أسامة بلقب أمهر طباخة في الوطن العربي، ما أقدرش أعيش وأنا مش معاك.
أغنية تلك. مهم راه الكلام ما تجيش مع اللحن، حنا تنحاولوا. برافو عليك، برافو لك غادة مزيان. أغلقت الفنانة زينب أسامة، اسمح لي قبل ما نمشي لهذا الخبر غنرجع الأمهر طباخة في الوطن العربي. كتطبخي شوية بزاف؟ جادور سي فري، أنا طباخة ماهرة فعلا. وكنطيب ماشي غير المطبخ المغربي، هاد الخبارات كتبناهم بحال بحال كنا تنعرفوا. شنو كطيبي؟ كنبغي كنطيب بزاف لي بات، كنحماق عليهم لي صوص، كنعرف اليوم سهل. لا لي صوص اعتني الصعب. الطاجين، كسكسو، رفيسه، تسو بكلشي كلشي. ما عمري ما صيبت الحريره، هي اللي باقا ليا. الطبخ المصري كنعرف ليه، داك محشي كرومب وورق عنب وداكشي. سي بون سي بون سي ترو بون موا جو تروف. انا تجيني اكل مغربي واحسن اكل كاين. الاكل المغربي هو احسن اكل، زائد انه متنوع. يعني عندنا بزاف ما يتكال. باغ كونطخ المطبخ المصري شويه زوين، عندهم شي حاجات زوينين بزاف، لكن ماشي متنوع بحالنا. برافو عليك، هادشي باش كنتفوقوا عليهم. برافو عليك زينب. فازت الفنانه المغربيه زينب اسامه بلقب امهر طبخه. قلنا هذا الخبر. اغلقت الفنانه زينب اسامه جميع حساباتها على السوشيال ميديا بسبب الضغط الجماهيري. يمكن توقع؟ لا عمرها ما توقع. وبعد المرات كتحس براسك زعما احنا انسان، الانسان كيضعف. بعد المرات من كثره ما يبقاو يجيوك شي حاجات سلبيه كتقول علاش انا كنغني اصلا ملي نتوما ما عجبكمش؟ زعما جو في سا بوغ فو، كندير هادشي على قبلكم. جو في با سا بوغ لا 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 بوغ مو، مي انا كنغني ليكم. انا دائما علاش كتقابلوني بحاجه خايبه؟ تنسمع الفنانين كيقولوا بان احنا نتوما درتونا. جمهور ما كيديرش الفنان، الفنان كيديروا الموهبه ديالو، تيطيح وينوض الفنان باش يوصل، تيتقاتل الفنان باش يوصل. الفنان الجمهور تيلقاه صافي واجد واجد كيستهلكو، يا اما يتفرج فيه ولا يسمع ليه، يا اما ما يسمعش يمشي لفنان اخر. غير انا اللي بغيت نقول لك من هذا الشيء هو اون في سا بوغ فو، ماشي قصدي زعما كنديرو غير على قبلكم وصافي. نو فريمون الفنان كيبغي يغني للناس اللي كيبغيوه، كيبغي يقدم داك الفن ديالو للناس. راه لو بارطاج في الحياه هو كل شيء. الا ما كنتيش كتو بارطاج او كتشارك هذيك الحاجه الزوينه ديالك مع الناس، علاش سا سيغا كوا زعما؟ ما عندهاش علاش. الوغ زعما ملي كنقول هادشي بوغ فو سي فري، حنا كنبغيو نشاركو معكم الغنى ديالنا. الغنى شي حاجه زوينه، شي حاجه كتفرح ولا شي حاجه كتعبر على شي حاجه يعني فيك. علاش كيقابلوا بسلبيه؟ فكاين اغاني اللي خصهم يتقابلوا بتعليقات، فماشي سلبيه ولكن تعليقات فيها النقد البناء. تري بيان. اغلقت الفنانه زينب اسامه جميع حساباتها، يلا نغنيوها. أغلقت الفنانة زينب أسامة جميع حساباتها على السوشيال ميديا بسبب الضغط الجماهيري. هادي دحية اللي خشيتي درتيهم بجوج أغاني. لا سي لا. الأغنية الأولى درتي أغنيتك تخيبيا، أغنيتي الأخرى. برافو عليك، غير نفس المقام يمكن جاك نفس نفس لاقام. مهم كلام مهرس. شنو أغنية غنية المقتل؟ من نظر غرام وبلاني ما عاد هو هداني بكلمة قال لساني، وهذا دحياني زينو في روحي نساني غياب دقايق بكاني حبه من سحر رواني، وهذا دحياني. أريزونا بارك، إقامة سكنية خاصة في كارتي فيكتوريا بوسكورا، بناء مشيد بهندسة مطابقة للمعايير الدولية، تجهيزات عصرية، ويمكن لك تلقى كل المساحات اللي توالمك من 80 حتى 120 متر مربع ابتداء من 9000 درهم للمتر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم الأخضر 0802-00-00-10 أو على الصفحة الرسمية فيسبوك أريزونا إيموبيلي أو على الموقع الإلكتروني www.arizona.ma. دابا كتسمعوا باباراتزي مع شهرزاد على شدة. زينب، اكثر كومونتير ضحكك على لا شانسون؟ عندي مصور. قولي عندي سكرين. اكثر انا نشوفوا اكثر كومونتير ضحكك، اكثر كومونتير كنتي نوتر من جهته درتي لا مبالاه، واكثر كومونتير عصبك. انا غادي نقولهم لك كاملين. عارفاهم. اكثر كومونتير درت لا مبالاه مثلا علاش ما لبستيش قفطان وانت كتصوري؟ ما كاينش الجواب. ستوري بورد ما تيقولش ليا لبسي قفطان. ما جاوبتش. عصبني. كاين بعض الناس اللي ما تيبغوش شي واحد ينجح واخا ما عرفتش شنو ديري. هذا ماشي عصبني، ما زعما علاش نتوما بحال هكذا؟ علاش ما كتدعموش اللي باغي يدير شي حاجه زوينه؟ علاش بوركو؟
اكثر كومونتير ضحكني واخا نبقى معك كيف هاد فهاد النقطه زينب كتعصبي شنو كديري كتضربي بالتليفون شنو كديري؟ شوفي انا طرات لي واحد الحاجه وعمري ما درتها في حياتي، درتها مؤخرا. هرست كاع دار شي حاجه جاج في الدار. علاش وصلت لواحد وصلت مؤخرا قبل ما تخرج الاغنيه عام وانا خدامه في الخفاء داكوغ، الناس كيسحب لهم رانيه نلعب ولا ما كندير والو ولا شي حاجه وكانوا كيبقاو يصيفطوا لي بزاف لي كومونتير سلبيين، انا ما نقدرش نطلع ونقول لهم غيتسناو عييت عياو معايا. انا عارفه راسي الاغنيه غتخرج في مارس اصلا من عام فات هذا، الوغ داك الضغط كيضغطوا عليا بزاف تضغط مبغاوش يعني. انا راه كنقول لهم راني كندير شي حاجه زوينه، راه غير صبروا راه غتعجبكم. بزاف الناس ما كيتفهموش لي كوليس الفنان صافي، وزائد شي حوايج اخرين اللي هما تتخيلي بان التهرس حل. المهم بردت شويه من بعد بردك فاش هرستي كان فيا واحد الطاقه كبيره، كان خاصني نهرس، وعمري ما درتها في حياتي. شنو قالت لك ماماك؟ ما كنتش ماشي هنا كنت بوحدي ما ماشي في المغرب. ما قلتيش لها؟ سي عيطت لهم قلت لهم بغيت نجي دابا بغيت نجي. عندكم ضغط كبير فنانين كنفهموه بزاف، عندكم ضغط كبير كيخصكم تكونوا دائما في ابهى الحلال، دائما تكونوا تكون عندكم لابونيمو قدام الناس واخا مشيو لك شي كيضحك. انا كنقلب عليها ما لقيتيش ما عقلاش عليه حيت مصوره ما غتمشي للالبوم سكرين الالبوم كابتور ديكرون وغتلقاي عندك بزاف لي البوم واحد فيه كابتور ديكرون. دابا شهرزاد سي با غراف ما لقيتيش عرفتي واحد الكومونتير راه ضحكني ولكن سي با غراف. ها هو شنو قال؟ شكون اش تكون الحمولة؟ الا قدرتي في الميكرو زينب غتقول لنا لو كومونتير اللي ضحكها. واحد الولد قال الاغنيه في مستوى صوت رائع بالتوفيق، سؤال محيرني ما خلانيش الناس. دابا اش تكون النملة اللحم ولا الدجاج افيدونا؟ ما فهمتيش؟ لا ما فهمتش. اش تكون زعما اللحم النمله شنو غادي يكون زعما؟ شنو جابوا الهضره ما عرفتش. المهم ضحكني سي اور دو كيستيون، نكته حطها لي في كومونتير زعما قال اللحم النمله زعما سي كوا باش نعتبروه اللحم الحمراء ولا اللحم البيضاء؟ اصلا تهضروا على الكليب اجي قرا لي كومونتير اي بارفوا كاين دي كومونتير ا كوتي كيضحكوا فريمون. خص الناس شي شويه ياخذوا الا بغاو يديروا ملاحظات على الكليب ياخذوا الوقت ديالهم باش يشوفوا الكليب ولا غير يتفرجوا ويسكتوا. والله الا في هذا الكومونتير شفته ضحكت وقلت تري بيان. زينب شنو اكثر اغنيه عجبتك؟ سولتك هذا السؤال قبيله، اكثر اغنيه كتسمعها في الطوموبيل هذه الايام؟ كنسمع اي لاف يو بزاف يونس عنده الزين كنسمعها ديما من نهار خرجات. لا من لا اغنيه كتسمعيها اون بوكل في لافاتور؟ اون بوكل دادا حياني اون بوكل بواحد الطريقه ما طلعتلكش في راسك؟ لا مازال هي الاغنيه الوحيده من بين الاغاني ديالي اللي مازال ما بغاتش تطلع ليا راسك كنسمع اون بوكل. واخا زينب شنو اكثر صوت كيطربك في الساحه الفنيه؟ في الفنانين المغاربه في كل شيء. انت قلتي لي امل ماهر من غير امل ماهر؟ لا امل ماهر. شنو كتغني امل ماهر؟ اكثر اغنيه كتعجبك ديالها؟ غلوب تصالح في روحي. الله شنو كتقول؟ نغني لك منها شويه بغيت نغني لك المقطع الاخر ديالها. حتى الزمان اللي كان اطفك يا عيني عليه خلاني ارضى الهوان وسلم الروح إليه. حتى الزمان اللي كان أطفك يا عيني عليه خلاني أرضى الهوان وسلم الروح إليه وأسأل عنك والقلب كان أضبان منك وأحمل همك وأنا اللي طول بعض مهمك وأنا اللي طول
بعض مهمك وبات صالح في روحي عشان ما ترضى عليك من بعد سهدي ونوحي ولو عتي بين ايدي. برافو عليك زينب. زينب انت اونتر لو كير وكذا بين المغرب بين لبنان والمغرب ومصر، ولكن اكثر الوقت انت في مصر حاليا مؤقتا. شنو كيفرق، شنو الفرق بين لا كارير في مصر ولا كارير في المغرب؟ ما كاينش فرق خصوصا مع السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا خلات كلشي قريب، كلشي قريب ما كاينش فرق ابدا. فين كاين عذاب اكثر؟ كتعذبي تما لان ما كيعرفوكش ولا في العكس؟ بالعكس طاقة أكاديمية كان على قناة مصرية فبالعكس تما عندنا جمهور كبير كيعرفوك في الشارع، الناس كيعرفوك. منساوش انت زينب اللي كنتي في ستار أكاديمية، فينك فيش فين غبرتي امتى غتنزلي الجديد؟ نو ما نساونيش. فالعذاب فاش بالضبط في فاش توجدي الأغنية في الإصدار الأغنية هنايا كيعرفوك الإذاعات ما حتى تما حتى تما سي كيعرفوك. كنتمنى لك التوفيق وصلنا لفان ديميسيون. كان سؤال كنت بغيتي نسولك سؤال ما سولتوش ليك. لوكال لا تسولك واش بغيتي سؤال نسولو لك وما سولتوش ليك؟ ما عرفتش سولتك كل شيء. كل شيء سالينا. زينب ميساج الناس اللي كيسمعونا. اول حاجه شكرا بزاف شهرزاد على الاستضافه ديالك، شكرا لك، نقدر هذا الشيء. وشكرا للناس اللي كيستمعوا لينا، وشكرا يعني شكرا لكل التعليقات الايجابيه وحتى السلبيه اللي جاتني على الاغنيه، مع انه فعلا ما كاينش تعليقات سلبيه بزاف يعني حاجه قليله. كنبغي نقول لهم شكرا بزاف على الدعم والتواصل ديالكم، وشكرا لانكم قدرتوا عمل زوين. برافو عليك والله يوفقك. شكرا لك زينب. شكرا, شكرا مهدي في الإخراج، شكرا لمحمد في التصوير، شكرا لجود ومروان في الإعداد. كنت معكم أنا شهرزاد، نتلقاو دوما في بابا غادزي على شادة. أدوما، السلام عليكم.